بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي يا طاني سلام يا دمان ملك سوكر جوكتان با يو حل كستيدي انتهاي يو وقت كستيدي انتهاي با واحن رباين عن كير هالله نيري دي واحن سكاين واحن سكا أسلي حسبقا وطني نيري دي واحن سكا أسلي واحن لا يهاي وأنا لا إله عليه وروحنا مضحى أبابلك قبل كساحل يكاسو ما أنت كم غلي والله واحد سكع سلي حس بقى واحد وطني وحنا لا يا هاي هرت صاحبك أما علي هرت علي وواحد وقلنا دور الشطر تنكي مدحوينها أصحاب تعين وقلي هلك هذا هاي سينة حس بجوح وقفك حلك أصي يا إنه عد كانوا أما ديجان كوكسو تشيدي هكا كينا أما بيشو هكا كينا وح ما أنت علي ونسقان كوكا أما وح لا يابا ما أنت يحس بجو مدحوينا وشرح أي ديجان كي أتكسو تشيدي بقول عد كمات كيني ما أنت أنا واحد تلوان سعسلي وواحد كارك تسيدين الحس بجو وح وين وهاي وح لا يهاي ما يهاي نات كله واخذ وان سعسلي ومالش لا صفر استاذ حافظه وحا هادينا تقرسو واي دي ميسان بما لهين قف مركو ميسان لي هي اي اسعسلادي سنه قيمه ليدا ميسانكي اد لهيد هداي اد وخ ميسانه انو لهان لهيد اسعسلادي اد حسبك وخبا كن نكون لهيد ديباتو لكن وخ امانتا اي كو تاهي ما جرت واي دي ميسان با لوغو ما اوغا ادغو مدخي ابابلكا قبل الساحله اياد واحد بقول عد أي أحس بيجو كين كين ويدي كان كده كسوت شيء ووحلا ليا مركا وحلا يا علي أنا جو حبان كوا أمر كوا هم بليننا ويا حبين بوس كأب من يصي أي أنا أحس بيجو فائدة وها ويا بوس كوا حكى كيف ليه دني أنا أحس بيجو بقول عد بوسوه نشل مركي ومدحونا لو ترتمي بقول عد نين أنا سوه نبع علي وهايد مركا أو مركا أحس بيجو بوس بات كيف ليه مركا بوس كهاتا نو من يصي كعس شيء waan wax kugu hanbalyeynaynaa waliba wayo qofku wuxuu xubinta ku hantaa ama loogu dhiibaa waa xisbiga faa'iidaha uu keeno faa'iidadaas oo ah inuu bulsho xisbiga uu keeno ama reerkooda ka keeno ama deegaankiisa ka keeno laakiin ninka deegaankii uu ka soo jeeday boqol cod ka keen kari waay waa deegaanka barbariyaha Hargeysa u dhaxeeya ee laamida ku teedsan بقول عض على كمو كيني ديجانكي ما أنت نسيدين ميسانين تي في كسوف رسول حسب جودني وانسك عسلي وحنو لا نهاي أي حيت تجي أور عطه آل كي كهري بعض حيت مركا أي حمر هدو تجي آل كيس نشي سنها كده بجورتو نشي أي حاسي وحلا نهاي هكده بجورتو هذه قد يقار بدنو كراس عسلي تونون هبنا وعيدا كي أور عطاه لكن تصبح فائدة نوطهاي هذا إنه هذا تكحس بقى أنتي وضاعتهايت أنت تصبح فائدة نوطهاي وأنا إذا كنا بلينا السبب تو حس بقى ضد عن كل لغ هذا وكلاب هذا أيها هيدن تصبح نحس بقى واحد كواحد لبعضه وحلا يا هاي قف أن للتبهين أيوة عليها ومانتا أن حسبنا تبهين تاجر ياشي سن تبهين لكن واحد حسب جوفا إذا حبنت ونوب النجي أو عد حسب جا وحكين كرتاه لوم عابطون وحن لا يحي إن أيضا كينا ورعطي هل 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 أيه هو منا يا وأي واحد أوجيشين seefta galka laga saaray ee kurka ka guri doontay ogi marka waxaan leeyahay ninka iskartay intaan seefta ku dhicin hambal aan leeyahay meesha si barne waa jagooyinka oo cid kasta oo xisb lagu xisaabtamaya waxan ha lagu xisaabtamay marka lagu xisaabtamo ninkii xisbiga wuxuu keenay un baa booska ku fadhiyi kara nin aan xisbiga cod u keenin
inuu sawiro isku dhigdhigo u yidhaahdo waxaan ahay xubinti hebel xubin heblaayo noo looma baahna taa mana dhacaysa mar dambe waa lagu xisaabtamaya xubin walba ninkii aan xisbiga waxba u keenin bustihiisu ka qaadanaya xubinta wuxuu ka mid ahaanayaa haddii uu isagu ay dan u tahay taageerayaasha xisbiga ka mid ahaanaya waxa markaa taageerayaasha xisbiga laga soo xuli doonaa rag xubnaha hanta oo xisbiga waxu keeni kara ninka xisbiga dibadda ka joogay ee dadka badan keenayay iyo ninka xubin fulinta ahaa ee aan hal cod xisbiga u keenin xisbiga inay u sinaadaan ma dhacayso marka waxaan leeyahay nin kasta oo xubin noo banneeya oo aan xisbiga waxba ku tarin waanu ku hambalyeynaynaa adigaaga cali uu tegey iyo qaar kaloo badan oo tegi doonaba waxaanu idin leenahay hambalyo xisbigii wadani waxaa ka baxay saxalkii waxaa ka baxay shuushkii waxaa ka baxay munaafiqadii waxaa naga dhex baxay balaayadii ku dhex jirtay xisbiga maantao keliya haddaad xarunta tig xisbiga maanta kaliya arki lahayd caafimaad baa lagu wada fadhiyey caafimaad ayaa lagu fadhiyey afartii guddoomiyaha xisbiga dadka ka ilaalin jiray isaa ugu xeernaan jiray ee aan xisbigan waxba u tari jirin ee munaafiqada iyo kale warka u kala qaadqaadi jiray xisbiga marka ka dhex baxee saaka si caafimaad qabta ayaa xisbigii u fadhiyey waxaan kuuhi mar walba guddoomiyaha qof kasta oo xisbiga soo galaa wuu arkayey loo wada hadlayey guddoomiyuhu u dhex fadhiyey innaa lillaah shuushkii ayaa ka baxay iyo sharkii iyo munaafiqadii waxaan leenahay inta kale ee kuwa la midka ana kuwii baxay uguna bustahooda sii qaata ilaahay ha ka yeelo marka waxaan leeyahay dadka isleh xisbigii wadani ayaa xubno ka baxeen oo uu burburi waxaasi ma jirto waxaa naga baxay uun dadkii kulmiya nagu soo dhex darsaday ee aanu fahanay dadkii kulmiya nagu soo darsaday foosiya ismaaciilan aad baan kuu salaamay dadkii kulmiya nagu soo dhex darsaday ee la fahmay ayunbaa boosaskii ka baxay waxaan leeyahay maanta faa'iidaanu haynaa waxa weeyaan xubnihii xisbiga ayaa la kala bartay taasaa faa'iidaa inta doorashadii laga dhexlay waa intaas faa'iidadaas la bartayna waxay keentaa mar haddii la ogaaday qof waliba maanta awooddiisa uu leeyahay iyo bulshada shacbiga deegaan ka soo jeedo wuxuu wejigu ku leeyahay intaasaa faa'iidaa ka aan weji bulshada ku lahayna maanta kii weji ku lahaana waa la ogaada marka waxaan leeyahay saaxiibka cali haddaad tagtay alxamdulilah boos fiican baad bannaysay oo aada codna ku keeni weyday wejina aada beeshiini kaga weyday deegaankaad ka soo jeedeen aada cid kaga keeni weyday ayaad noo bannaysay aada iyo aada baad weliba mahadsan tahay waanu kugu hambalyeynaynaa boqolkiiba boqol adiga iyo kuwa kale ee iyaguna tegi doona intiinaba waanu ku hambalyeyn doonaa urcadda iyo dhalihiisi oo dhamme waan hubaa inay albaabkasi bixi doonaan waayo maanta seefta ayaa taagan xisbiga waa la xisaabtamayaa qofkii aan xisbiga waxba u qabanin xilka wuu bannaynaya marka waxaan leeyahay ka tegayow ee isoog inaanu xisbiga cod u keeninow iminkaba iska sii bannaa deentaan seefta kula tegin gadari leeyahay tagtay xisbina ku tabi maayo taa ku talagal. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiin waan idin salaamayaa meel kastoo kala joogtaanba. Arrintaa yar baan usoo galay. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waxaan idin leeyahay shacbiga iyo taageerayaasha xisbiga wadani gacmihii kulmiya ayaa inaga dhex baxaya. Markaa ha u qaadanina cid xisbiga wax weyn inoo haysay oo inaga baxday ma jirto. Xisbigii maanta faa'iidu joogaa maanta balaayadii iyo shuushkii baa naga dhex baxaya. Qof kasta oo maanta inaga dhex baxaya waa dhashii uurcadde iyo gacmihii kulmiye. Marka waxaan idin leeyahay ku hambalyeeyo weliba hayna dhaafaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantihiin.